أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونحمد الله على ما من علينا من نعمه وأمنه واستقرار الحمد لله في بلدنا. وهذه مناسبة لي نشكر الشعب الموريتاني ونهنوا على هذه الانتخابات اللي راجين عنها تعود انتخابات شفافة وتعود مفصل بين العشرية اللي عشنا الحمد لله فيها ياسر من الأمن والاستقرار والازدهار والنمو لبلدنا. وعنها تعود أيضا انطلاقة هذه مناسبة انطلاقة ماموريات جديدة يتطور فيها البلد وينمى أكثر من الماضي. هو اللي يتمنى لبلدنا بما أني نهني الشعب الموريتاني ونشكره ونطلبه أيضا أنه يستمر في جعل البلد فوق كل شيء، عود فوق الأشخاص فوق المترشحين، استقرار الأمن استقرار البلد وأمنه يعود فوق كل شيء، عود هو الشغل والهم للشعب الموريتاني قبل كل شيء. ونتابع إن شاء الله استقرار بلدنا وننتخب الرئيس المناسب لدى الشعب ولدى البلد لله يمرر للبلد ويكردوا السلك الصحيحة والطريق الصحيح اللي هي طريقة الأمن والاستقرار والأمن والوحدة الوطنية، لأنها ضرورية للبلد. هذا موجه لجميع طوائف الشعب الموريتاني، لأن أهم من كل شيء الأمن والاستقرار، لأنه ما في ظل الأمن والاستقرار هو اللي قد يحصل فيه النمو للبلد اللي فاصلين فيه، ونحافظ على اللي عدلنا كامل من المكتسبات من البنية التحتية. هذا من جهة، وهذا ما يقد يحصل ما هو من عود الشعب الموريتاني دارك أهميته. وعود بعيد ذيك الخطابات، خطابات التفرقة، خطابات العنف، خطابات العنصرية، بعدهم الشعب الموريتاني. يعني مصلحة الشعب ومصلحة واستمرارية دولتنا تتطلب عنا كلنا يقبل مسؤوليته اتجاه وطنه قبل أن يسمع والله يتبع البعض. هذا يكون واضح للشعب الموريتاني وعن الدولة إن شاء الله وقواتنا قوات أمننا عنها لا هي إن شاء الله لا يتم قائمة بواجبها ولا يتحافظ تحافظ إن شاء الله على أمن البلد وعلى استقراره واستمراريته. وعنها أيضا لا هي تحافظ وتحصن وتساعد في ترسيخ الديمقراطية أيضا، ولا تعود ايضا مسير البريزان لايف بي محمد لايف بي تلفزيون سيرتان اوبزرفاتور فرانس جي سوا برونوستيك ان دوزيام تور اي فو ميم دير جي سكا دير كلي ان اليكتابل بارتاجي فو سو سنتيمون او بليتو فاسي فو كو فوتر كانديدا فاسرا او بريمي تور جي نو برونونس با سي لي اليكسيون انا سي كي مانتيريس سي كي لي شوز سي باس دان لوردر لا ديسيبلين اي لا ريسبونسابيليتي et que cela profite au peuple mauritanien en entier. Qu'il y ait premier tour ou deuxième tour, cela m'est égal. Mais l'essentiel pour moi, qu'on garde la cohésion du pays, qu'on arrive aujourd'hui, le 22, à élire un président pour ce pays, pour qu'il puisse continuer l'œuvre que nous avons ensemble entrepris, ensemble. سيادة الرئيس ما وردتكم على الخارجية الفرنسية واخذت بيان الرائع حنين الغيني واخذت بيان الرعاية تحذر بهم من الانتخابات الموريتانية نختاركم تطمنوا الشعب الموريتاني لأنه قد يزرق بأمانه وباي رسالتكم الشعب الفرنسي إن ولن الحمد لله الأمن مضبوط إن شاء الله مضبوط ضابط الجيش وضابط القوات المكلفة به قوات الأمن ضابطين الأمن والاستقرار في البلد وضابط ملي مستوى وعي الشعب الموريتاني مستوى
مسؤوليه الشعب الموريتاني، هذا هو اللي ما تقول عليه.